هنتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا ميل يوريثرا. انا عندي اليوريثرا هنا دلوقتي، في عندي دي، نبص الصوره دي، ده اليورينال بلادر اهو، وكونتينوس معانا ادي اليوريثرا. الجزء الاول ده اسمه بروستاتيك يوريثرا لان ده جوه البروستيت اهو. وبعدين الجزء الثاني ده اللي جوه هنا ده اسمه ممبرينس يوريثرا، دي جوه عند هنا، ادي هنا دي برينيال باوش، هنا جواها اللي هي الممبرينس يوريثرا. بعد كده الجزء الثالث اللي هو جوه البينس اللي هو بيسموه البينايل يوريثرا. يبقى هنا ده الجزء الثالث ده اسمه بينايل يوريثرا. يبقى اليوريثرا ثلاث اجزاء، اول حاجه بروستاتيك يوريثرا، نمره 2 ممبرينس يوريثرا، نمره 3 بينايل يوريثرا. احنا خدنا اجزاء اليوريثرا، تعالى في الديفلوبمنت بتاعها، معلش استحملني ونتفرج نرجع للصوره بتاع الكلواكا. كلواكا اللي بقولها كل مره ديستندد هايند جات، ودخل في وسطيها سيبتم، طبعا ديستندد هايند جات يعني اندوديرم، دخل فيها سيبتم اسمه يوروريكتال سيبتم اهو. يوروريكتال سيبتم ده ميزوديرم، اسامها بريميتيف يوروجينيتال ساينس وانوريكتال كانال، يعني الجزء ده اسمه بريميتيف يوروجينيتال ساينس، ده اندوديرم وهنا انوريكتال كانال. الانوريكتال كانال احنا خلصنا منها خلاص، والبريميتيف يوروجينيتال ساينس عرفنا، ادي البريميتيف يوروجينيتال ساينس حاجه للرسمه دي اهي، بريميتيف يوروجينيتال ساينس ده اندوديرم. جات لها هنا ضغط اهي، وادي ضغط من الناحيه الثانيه، الاثنين ضغط دولت ميزو نفرك ضغط، انا شرحهم قبل كده كتير، دول ميزو ديرم. الميزو نفرك ضغط لما تيجي تخش في البريميتيف يوروجينيتال ساينس اهي، دي البريميتيف يوروجينيتال ساينس اللي هي دي، تتقسم اثنين البريميتيف يوروجينيتال ساينس. البريميتيف يوروجينيتال ساينس تبقى فازايكو يوريثرال كانال، الجزء ده اللي اسمه فازايكو يوريثرال كانال، والجزء الاسفل اللي هو ده اللي هو اسمه ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. يبقى البريميتيف يوروجينيتال ساينس اللي هو اندوديرم اللي هو متصل هنا بالالانتويز دوت، بيخش التو ميزونيفريك ضغط اللي هي دي ودي، يقسموه جزئين، جزء علوي اسمه فازايكو يوريثرال كانال، وجزء سفلي اسمه ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس، ده الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. نيجي بقى الفازايكو يوريثرال كانال، الفازايكو يوريثرال كانال اولا اديتني اليورينال بلادر، اديتني جزء كبير من اليورينال بلادر هي والالانتويز، وحته من الميزونيفريك دكت ادتني الترايجوم بتاع اليورينال بلادر. اليورينال بلادر اتكونت، ومع اليورينال بلادر اتكون معايا اول يوريثرا اللي هو الابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا اللي هو ده. يبقى الابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا طالع من هنا من الفازايكو الاندوديرم بتاع الفازايكو يوريثرا الكانال، ومعاه جزء من الميزونيفريك دكت، جزء من الميزونيفريك دكت. يبقى الابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا تيل ذا اوبننج اوف ذا ايجاكولاتوري دكت، حد الاوبننج بتاع الايجاكولاتوري دكت جاي من الاندوديرم بتاع الفازايكو يوريثرا بارت بتاع الكلوكا، والابزوربت دكت دولت اللي هم عباره عن الميزونيفريك دكت، دول عملوا لي اللي هو اليوريثرا اللي هو الابر بارت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا. يبقى ده خلصنا الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا. نيجي اللور بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا او اللي هو ده مع الممبرينس يوريثرا دي، ايوه يطلعوا منين؟ قال لك احنا كان عندي ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس اللي هو الجزء ده بقى، ديفينيتيف يوروجينيتال ساينس بيتقسم اثنين، واحد اسمه بيلفيك بارت والتاني اسمه فاليك بارت او فاليك بارت. البلفيك بارت بتاع اليوروجينيتال ساينس يديني لور بارت بتاع البروستاتيك يوريثرا،
والاي ممبرينس يوريسرا، وانا مديلهم اللون الاي الاخضر، يبقى اللور بارت اوف ذا بروستات كوريس مع الممبرينس يوريسرا جايين من الاندودرم بتاع الابر بلفيك بارت اوف ذا ديفينيتيف يوروجينيتال اي ساينس. يتفضل عندي البينايل يوريسرا اللي هي جوه البينس، طبعا ما عدا الجزء الاخير اللي هو في الجلاندس بينس، ماليش دعوه بالجزء اللي جوه الجلاندس بينس ده اكسوديرمال انورج، لكن الجزء اللي هو جوه البينس ده هو اللي هو البينايل يوريسرا ده كله طالع من الفاليك بارت of the definitive urogenital sinus، ده اللي هو طالع من الايه من الفاليك بارت اوف ذا definitive urogenital sinus، ده اللي يديني البنايل يوريسترا. يبقى احنا كده فهمنا الديفلوبمنت اوف ذا يوريسترا، اول حاجه الابر بارت بتاع البروستاتيك يوريسترا لحد الايجاكولاتوري داكت هنا طالع من الاندوديرم بتاع الفازايك يوريسترا بارت بتاع الكلوكه وابزوربت ميزونفريك داكت اللي هم الحتتين الصغيرين. نيجي الجزء الثاني لور بارت بتاع البروستاتيك والممبرينس يوريسترا طالع من الابر ديفينيتيف ابر بلفيك بارت بتاع الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس واخد لون الايه الاخضر. نيجي بقى السبونج يوريسترا او البناين يوريسترا اللي هو ده كله طالع من الفاليك بارت اللي هو الجزء الابيض ده اللي هو الفاليك بارت بتاع الديفينيتيف يوروجينيتال اي ساينس. لما نيجي الكومن انوماليز سهله جدا بقى، لو الفتحه بتاع اليوريسرا جت في البينس من اسفل هنا اندر ذا سيرفيس اوف ذا بينس، ادي البينس اهو وادي السكروتوم اهو وادي الفتحه ايه من البينس من اسفل، دي اسمها هايبوسبيدياس، يعني الفتحه بتاع اليوريسرا لو فتحت من تحت من البينس من تحت اسمها هايبوسبيدياس. ساعات الفتحه بتاع اليوريسرا تفتح في الدورسم اوف ذا بينس ودي بيسموها ايبيسبيدياس، يبقى هنا ده هايبوسبيدياس وهنا دي بيسموها ايبيسبيدياس.